السلام عليكم. في البلاي ليست دي ان شاء الله هنتكلم عن كورس السوفت وير انجينيرنج اللي بيدرس لتالتة حسابات في هندسة عين شمس في الترم الاول. الكورس كود بتاعه CSE 321. الكورس بيدرسه السنة دي اللي هي سنة 2019-2020 دكتور جمال عبد الشافي. وهو دكتور جمال هو اللي درسنا الكورس ده برضو في السنة بتاعتنا، يعني اللي هي كانت الترم الاولاني 2016-2017، بما ان احنا متخرجين 2018 يعني. فانا لما بصيت على السلايدز لقيت ان الكونتنت متشابه بشكل كبير، فهو ده اللي خلاني، هو تقريبا هو يعني، بس السلايدز شكلها اتغير. فده اللي خلاني يعني اعمل البلاي ليست دي بحيث ان هي ممكن تكون حاجه بتساعد. البلاي ليست دي طبعا هتكون بالعربي. لو عملت نفس البلاي ليست دي بالانجلش او بالدويتش لو حد مهتم يعني، هبقى احط البلاي ليست بتاعتهم في الكومنتس على الفيديوز دي. برضو لو عملت اكستنشن للبلاي ليست دي حطيت فيها شويه ادفانسد توبكس عامه يعني ممكن تساعد زي الديزاين باترنز او غيره، ممكن تكون اكستنشن للسوفت وير انجينيرنج كونسبتس عامه، اوبجكت اورينتد او ديزاين باترنز، ممكن برضو او تيستينج او اجايل، ممكن ابقى احط برضو اللينكس بتاعتهم يعني. برضو اي حد بيشوف البلاي ليست دي يا ريت يتاكد من الكونتنت، لان هو الكونتنت في البلاي ليست دي هيكون بيزد على السلايدز اللي دكتور جمال عبد الشافي عاملها وبيدرس منها في سنة 2019-2020 الترم الاول. وبالتالي لو في دكتور تاني جه في سنة تانية ممكن الكونتنت يبقى مختلف شوية، او لو دكتور جمال نفسه قرر ان هو يغير الكونتنت يعني. بس كده، دي الكونتاكت انفورميشن بتاعتي، ده الايميل بتاعي وده الفيسبوك اكاونت بتاعي. اي حد عنده اي اسئله في البلاي ليست او بره البلاي ليست في الحياه عامه يقدر يكلمني في اي وقت، لو انا اقدر اساعده يعني يكون مش هتاخر يعني. اعتقد بس كده، ده كل اللي انا عايز اقوله في فيديو الانترودكشن. اخر حاجه يعني، لو حد شاف ان في اي حاجه ممكن تحسن في الكواليتي بتاعه الفيديوز دي عامه برضو ممكن يقول، انا ممكن اغير الفيديو عادي جدا او احط واحد جديد او اعدل فيه او whatever يعني. لو حد شايف ان في اي حاجة ناقصة يقول، عشان ده هيكون يعني المصلحة الناس اللي هتيجي بعد كده تتفرج على البلاي ليست دي، لو حد اتفرج عليها يعني من الدفعات اللي بعد كده. شكرا جدا، نبتدي بقى من اول الفيديو الجاي.